بقى اخر طبق هذا اليوم اللي هو البسبوسه. طبعا البسبوسه كلش طيبه وماكو اي بيت عراقي ما يحبه. مكونات قدامكم: كوب من السميد الناعم، كوب من جوز المبروش، كوب من الحليب، نص كوب من الزيت، نص كوب من السكر المو ناعم السكر الاعتيادي، نص كوب من اللبن، ملعقة صغيرة من الفانيلا، ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، ملعقة زيت راح نستخدمها آخر شي راح تشوفون وين، 3 ملاعق من الطحينية، لوز احنا مفوريه مقشريه ومفوريه وراح نستخدمه بالتزيين، واكيد بيضه واحده. راح اسهلكم اياها كلش. اول خطوه راح نحط الطحينيه بالقاعده مال الصحن الفرن. اكيد الفرن فاتحيه على درجه 160 درجه مئويه. البسبوسه تقريبا يحتاج لها وقت 45 دقيقه بالفرن. أنا طريقتي راح تشوفون شوية تختلف. ندهنها تماما كل الحافات. الطحينية تضيف نكهة كلش طيبة بالبسبوسة، أنا دائما أحب أحطها بالقاعدة. هاي غطيناها هسه. أنا جايبة كاسين، واحدة كبيرة واحدة صغيرة. الكبيرة راح تكون للمواد الجافة اللي هي السميد كوب، للجوز المبروش هم كوب، وراح نحط وياها الفانيلا ملعقة صغيرة والبيكنج باودر. فأربع مكونات أول شي تخلطوها سوا. الكاسة الثانية راح أول شيء نحط البيضة ونطرقها. راح نضيف فوقها نص كوب زيت. هم نطرقها. نضيف الحليب. سكر. لبن. نخلط المكونات كلش زين الى ان تتجانس تماما. ورا ما شفناه تتجانس راح نضيفه على المكونات الناشفه. اذا يعجبكم سووه بخلاط كهربائي، انا اشوف انه اليدوي كلش كافي. وراح نضيفها هنا. دائما يفضل هنا تبدون تخلطوها بملعقة خشب. نخلطها زين بعدين نصبها بالصحن ونقص الوجه اسمه مجرد نحدد المربعات ونضيف عليها اللوز ونحطه بالفرن.
راح نصبه هسه هنا. انا بسبوسه بيها شويه ذكريات الطفوله فكلش احبها، بس اعتبرها شويه دسمه، بس على العموم هي كلش كلش طيبه. نفرش على كيفنا بالصحن. راح اجيب الزيت اللي قلت عليه من البدايه المكونات، ملعقه احطها على الوجه وشويه حتى ما يلزق، اقدر افرشها على راحتي. نفرشها بالتساوي. بس ايش راح اسوي؟ راح اجيب تتشينة واجيب اللوز، راح اسوي اشكال مربعة، مجرد نحددها راح اجيب اللوز واحطه على كل مربع. شوي ندوس عليه مو هواي بس نريده يلزق. انا طريقتي شو اسوي؟ عادة لما نحطه بالفرن مثل ما قلت لكم هو يحتاج لها 45 دقيقة. انا اول 20 دقيقة احطه بالفرن اطلعها، اكمل القص بالوجه حتى شنو انه ما تتفلش لما نطلعها اخر شيء وتنقصوها. فاذا تطلعوها ورا 20 دقيقة راح يكون شكله محافظ على نفسه، فهسه مثل ما تشوفون شكله اوكي ونحطه بالفرن. مثل ما قلنا ننتظر 20 دقيقة وراح نطلعه من الفرن. هسه مثلا تشوفون نص مستوي البسبوسة، انا راح اكمل القص اكثر حتى مثل ما قلنا ما تتفلش لما تكون مستوية تماما. انا هاي الطريقة اتبعها ودائما تنجح، ابدا ما تتفلش عندي البسبوسة. هي تقريبا مستوية يحتاج لها بعد فد 20 دقيقة بالفرن مثل ما قلنا على درجة 160. هاي كملنا القطع، راح نحطه مرة ثانية بالفرن. نحسب 20 دقيقة. مثل ما تشوفون البسبوسة مستوية تماما. هسه يحتاج يبرد تقريبا 5 دقائق قبل ما نحط الشيرة. طبعا الشيرة احنا ساعدنا نص كوب من الشيرة. الشيرة محضريها مسبقا وهي هسه حاليا بدرجة حرارة الغرفة. مكوناتها عبارة عن كوب من السكر زائد نص كوب من المي. دائما السكر اكثر من المي، ضعف بالضبط الحجم. نحط لها مرات الهيل، مي ورد، شنو يعجبكم، حتى نص ملعقه صغيره من الليمون دائما طيب. فشلون نسوي الشيره على السريع؟ انه نحط المي والشكر نفوره قبل ما نطفي الحراره، قبل ما يبدي يفور نحط الليمون والمي الورد او الهيل ونشيله من النار. اهم شيء دائما يكون درجه حراره الغرفه ما تحطوه حار، ونصبه ورا ما شوي يبرد 5 دقائق وننتظر تقريبا
ساعتين إلى يوم كامل قبل ما نقدمه. فهسه ننتظر 5 دقائق شوية يبرد ونحط الشيرة عليه. هسه صار لنا احنا 5 دقائق انتظرناه شوية يبرد وراح نحط الشيرة عليه. طبعا كمية الشيرة انتو شلون تحبوها، تحبوها ثقيلة تحبوها خفيفة؟ انا بالنسبة لي ما احب احط لها شيرة هواية، فمجرد نغطيه وخلاص. ننتظر مثل ما قلنا ساعتين الى يوم كامل الى ان يمتص زين ويصير طعمه كلش طيب. فاحنا راح ننتظر فد ساعة قبل ما نقطعه ونقدم لكم اياه ان شاء الله. وهاي هي وصفتنا للبسبوسة، إن شاء الله يا رب عجبتكم.